النمسا تدعم حل الدولتين وتدعو للإفراج عن الرهائن لدى حماس. الاتحاد الأوروبي يحذر النمسا من خطط نقل عمليات اللجوء. المستشار النمساوي يؤكد على قوة الأديان في توحيد السكان. وزارتي الداخلية والتعليم تعلنان عن مكافحة التطرف في المدارس. تراجع أسعار السيارات المستعملة لأول مرة منذ عام. ودورات المياه العامة في فيينا تصنف بالأخضر في أوروبا. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. طالب المستشار النمساوي كارل نيهما الرئيس الفلسطيني محمود عباس بدعمه في الإفراج عن الرهائن الذين اختطفتهم حماس بما فيهم مواطن نمساوي. جاء ذلك في اتصال هاتفي مع عباس الاثنين فيما طالبه الرئيس الفلسطيني بدعم النمسا لجهود السلام وإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة، وأضاف أن تهجير أبناء غزة مرفوض محذرا من خطورة الاعتداءات المتواصلة من الاحتلال على المقدسات الإسلامية والمسيحية، فيما أكد نيهما على الرؤية المستقبلية لحل سياسي طويل الأمد وفقا لمبدأ الدولتين. حذر الاتحاد الأوروبي من اقتراحات الحكومة النمساوية بشأن نقل عمليات اللجوء إلى دول ثالثة. وأوضح متحدث من بروكسل أن قوانين اللجوء حاليا تنطبق فقط على طلبات اللجوء التي تقدم داخل التراب الأوروبي وليس خارجه. وكانت هذه الخطط قد أثيرت خلال زيارة وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافامان إلى النمسا للقاء وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنا في فيينا قبل أيام، حيث طالب كارنا بالبحث على المستوى الأوروبي لتسهيل التعاون مع الدول الثالثة. أكد المستشار النمساوي كارل نيهما أن الأديان تجمع الناس ولا تفرقهم، مشيرا إلى الجماعات المتطرفة التي تستغل الدين بشكل خاطئ مما يؤدي إلى تدمير المجتمع. وأعرب نيهما خلال اجتماعه مع زعماء الطوائف الدينية المعترف بها في النمسا عن رفضه لكل أشكال الكراهية والتطرف الموجهة ضد الآخر، مؤكدا على أن الجميع متحد في الإيمان بالله وأن لا مجال الكراهية أو التطرف الذي يستخدم للاستفزاز نحو العنصرية الدينية. وأعرب نيهما عن الرغبة في التشاور مع ممثلي الطوائف حول التطورات الراهنة في صراع الشرق الأوسط. أطلقت وزارة الداخلية النمساوية بالتعاون مع وزارة التعليم مشروعاً لمكافحة التطرف في المدارس يستهدف طلاب الابتدائية والثانوية. وتشمل ورش العمل التي سيقدمها ضباط من الشرطة موضوعات مثل قوانين المنع والرموز والديمقراطية وحقوق الإنسان ومحاربة معاداة السامية. وتهدف هذه الورش إلى زيادة الوعي بين الطلاب وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة للتصدي لها. وهناك خطط لتنظيم 300 ورشة عمل في العام القادم بمشاركة ما يصل ل 60 ضابطاً. انخفض متوسط أسعار السيارات المستعملة في النمسا في شهر أكتوبر بنسبة 1% مقارنة بأسعار أكتوبر من العام الماضي، وذلك بعد أن شهدت ارتفاعات مستمرة. وتميز تطور العرض والطلب في السوق بتغييرات ملحوظة من فئة لأخرى، حيث ارتفع الطلب على السيارات من الفئة المتوسطة والعليا، وشهدت السيارات الكهربائية ارتفاعا طفيفا في الأسعار. ونصح نيكولاوس مينشيس المدير الإقليمي لشبكة أوتو سكاوت في نونسفانسيج المستهلكون الباحثون عن السيارات المستعملة بمراقبة الأسعار وتقييم العروض بعناية لتحديد الوقت الأمثل للشراء. أظهرت دراسة حديثة أن حمامات فيينا العامة تأتي في المرتبة السادسة من حيث مستوى الاتساخ في أوروبا، وذلك حسب تصنيف مؤسسة شاورز تيو البريطانية. وحصلت حمامات فيينا على درجة اتساخ قدرها 6.5 من 10، فيما جاء في المرتبة الأولى العام العاصمة اللاتفية ريغا، تلتها مدريد، فاليتا، ستوكهولم وورسو. وأظهرت النتائج أيضا أن بوخارست في رومانيا تمتلك أنظف حمامات عامة في أوروبا. وقال أكثر من 75% من المشاركين في الدراسة أنهم يفضلون استخدام الحمامات العامة فقط في حالات الطوارئ القصوى.
كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا بثانة سلام، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.